اهلا اهلا، كيف الحال؟ ان شاء الله بخير. معكم ساره صوفي، واليوم حسوي لكم سموكي اي. بس ايش للمبتدئين؟ هذه العين حسوي لكم اياها سموكي ناعم خفيف، وهذه العين حخلي لكم اياها شويه غامقه دارك للسهره. عشان الاي شادو والسموكي يبين معاكي مرسوم صح، لازم يا جماعه تسووا حواجبكم برسمه منظمه نظيفه. عاد انا متشوقه عشان لما رحت المحل انا احب اشتري، احب اشوف ايش الاشياء اللي نازله جديده، الهبات الجديده. اسمه براو زينكس برو باليت. اللي حلو فيه شوفوا كيف مفتوح من جوا، شوف كيف مكون. هذه ثلاث الالوان، كريمي وهذا باودر، وتجي معاها فرش، والفرش حقتها مره دقيقه، يعني مره حلوه، تحسيكي فعلا انك بروفيشنال ميك اب ارتست. عاد هذه يجي لونين، هذا اللون الغامق. انا اي شيء هبه جديده، الاشياء اللي تكون كذا مكونه من عده اشياء، هذه يلفت نظري. خليني ابدا دحين باساسيات الوش. انا دائما اركز انه الحته هذه اللي في النص تكون منوره تحت الخشم، شويه على الخشم، اوكي. بس ايش اسوي انا؟ استناه شويه ينشف، يعني 30 ثانيه شيء زي كذا، مو كثير. بعدين لما تدمجي ادمجي من تحت لفوق عشان يعطيك تغطيه فول كفر. بعدين بالبيوتي بلندر على الوش كله عشان الفاونديشن ولا الكونسيلر زايد سحب معاكي هايلايتر والبرونزر. هذه المراحل دحين كلها بسوي نفس الجهتين نفس الحركات. بعدين لما نوصل للعيون هذيك الساعة حبدأ أقول لكم إنه عين عن عين حتفرق الخطوات حقتها. هذا الغامق، ادمج الغامق للفاتح. لو تبغوا مكياج نظيف أي مرحلة تسووها أنا أحب أطلع لها بالبيوتي بلندر. يا جماعة يد مزيتة وكريم برونزر، أحب أرطف شفايفي. هذه العين حأخليها العين الناعمة، وهذه العين حقت مناسبات أكثر، ألوانها حتكون أغمق. بس الآي شادو اللي حستخدمه في العينين هم نفسهم، بس حأبدأ دحين ببيس فاتح وبيس غامق. شوفوا كيف؟ سموكي خفيف. في العين الثانية حنحط البيس الغامق. على فكرة أنا أحب أدمج، ترى أحب أستخدم أصابعي كثير. دحين نروح لل آي شادو، هستخدم برضو لون غامق. في البداية تطبطبي عشان تتأكدي انه اللون اتوزع في كل مكان، بعدين حاولي تطلعي لفوق السموكي انه عشان ما يبين معاكي خط. دحين بنفس اللون حنروح للعين الثانية، تطبطبي اللون في كل مكان. شايفين الفرق؟ نفس الآي شادو بس البيس يختلف، بس اللون الفاتح ما كان مرة فاتح. شايفين؟ شايفين كيف لونه؟ شايفين هذا اللون؟ نحطه هنا، تطلعي فوق، نكررها في العين الثانية. شايفين الفرق؟ شايفين نفس لون الآي شادو بس البيس يختلف، هذا البيس فاتح، هذا البيس غامق. دحين ححط كحل أسود في العين الغامقة وكحل بيج في العين الفاتحة. بعدين في طرفه أحب أسحب سنة. دحين بنفس لون الآي شادو اللي حطيته على الجفن حطه تحت وأدمج. دحين العين الثانية بنفس اللون الغامق بس عند حدود الرموش، وأسحب لي برا. بس يا جماعة أهم شيء اللي حلو في السموكي إنها تخلي الآي شادو كل ما وسعتيه وخففتيه على الأطراف كل ما يطلع معاكي أحلى. نجيب لون فاتح، هذا فيه شوية لمعة، حطها في المنطقة هذه. حروح للرموش وحسوي الرموش بنفس الطريقة لكل الجهتين. دمرت حالي، ما كنت صار صوفي لو ما دمرت. دحين جاء وقت الحواجب. بس حبيت أوريكم شيء، شوفوا هذا، هذا كريم، يعني ممكن تحطوا بالكريم على طول تسووا هذه رسمة الشعرات شعرات. حاخذ هذا اللون الغامق. ويا بنات دائما لما تبدأوا بالحواجب ابدأوا من ورا، من هنا، روعة روعة. كل ما تطلع لقدام ممكن تتحكمي ترسمي شعرة شعرة مرة ناعم. على فكرة أنا من ورا هنا ما عندي شعر. حلو حلو.
بعدين بالفرشة الثانية اللي جات معاها هاخذ هذا اللون. العين الفاتحة استخدمت الكريم بس، والعين السموكي الغامقة استخدمت البيس الغامق وهذا اللون. دحين أبغى أنظف الحتة اللي تحت الآيبراو. أنا كل مرة لما أخلص حواجبي أحط هذا البيس، تعرفوه مثبت حواجب. بس اللي حبيته في هذا لما هي سوت لي إياه في المحل، حطت لي الشمع هذا، حطت لي الكريم، لفيت برمت المحل كله، ولما رجعت البيت حواجبي بالمرة ما أتحركوا. عاد هذا اللي عجبني فيه. لو تبغي آيبروز ناعمة حطي هذا الوحدة، ولو تبغي فعلا لحق سهرة ولو عركتي ورقصتي ومن كتر ما بوست الناس ما حيتحرك لو حطيت الاثنين مع بعض، الكريم والباودر. أنا حس الحواجب فعلا بينت اللوك كله. دحين الشفايف، واحد غامق وواحد فاتح. بعدين الفاتح نطلع عليه مرة واحدة، نسوي كونتور الخشم. حطيت هايلايت هنا بس شبين خشمك مرفوع. دحين أحمر الخدود، حط هايلايتر. شوفوا انت، ترى ما أوقف، أنا ممكن أزود 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 ويكون خلصنا. عجبتني حواجبي صراحة. زي ما شفتوا سويت لكم سموكي لوك للبنات المبتدئات. هذه العين سويتها سموكي ناعم، وهذا سموكي حق سهرات شوية غامق. عاد لا تنسوا تكتبوا لي في خانة التعليقات أي واحد عجبكم أكثر، وكمان حابة أعرف أنتوا إيش تفضلوا، تستخدموا شمع للحواجب ولا باودر للحواجب، ولا شمع باودر مع بعض للحواجب؟ عاد خلينا نتعلم من بعض، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة. ولو عجبكم الفيديو لا تنسوا تضغطوا هنا، ولو حابين نشوف فيديوهات ثانية اضغطوا هنا.